تكون في خطة السؤال غلط، لأنه مش لازم يكون في خطة واحدة. إذا أنت بدك تفكر بخطة عالمية لازم يكون عندك هدف واحد واللي هو نحن حددناه، بس لازم يكون عندك كذا خطة معينة على أساس ما تعتمد الخطة تبعيتك، ما تعتمد على منظمة واحدة، على بلد واحد أو على ريجن واحدة. أنا فيها نوعدكم إنه إذا منظمة إذا ريجن واحد أو منظمة أو بلد قرروا ما بده يشتركوا لسبب أو آخر ما حنوقف، ما بتوقف لذلك، وإلا ما تبلش بشيء جلوبال. إذا بدك تبلش بشيء جلوبال وأنت جارين ما فيك تضمن إنه الكل يكونوا متوافقين معك. لذلك الخطة لتكون إنه مسموحة ومقبولة إنه هيك تبلش فيها ما لازم يكون عندها اعتماد على مثل ما قلنا شركة، بلد أو ريجن، وهيدا خطتنا بلد على الأساس.